دلوقتي مشاهدينا بعد موجز الأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروعات الاستراتيجية العملاقة في إطار خطة الدولة لمعالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية، وتحقيق طفرة نوعية تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وكذلك مواصلة فتح آفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه على النحو الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، إلى جانب المشروعات في منطقتي تشكى وسيناء وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأهمية الحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، وذلك لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. وقد توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة. كما تطرق الاتصال لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، مؤكدا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الفلسطينية. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديره لدور مصر الرائد في الجهود المبذولة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة، وفي بيان له أوضح البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي وضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى. كما اتفق الرئيسان على تسريع وزيادة المساعدات المتدفقة إلى غزة اعتبارا من الآن وبشكل مستمر. وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن أطلع الرئيس السيسي على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان عدم قيام أي جهات إقليمية بتوسيع نطاق الصراع في غزة، وكذلك على الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين. وأكد الرئيسان التزامهما بالعمل معا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني تناول التصعيد العسكري في غزة، وأوضحت وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات حول ضرورة تغليب مسار التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين وضمان توفير النفاذ الآمن والمستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة. أفادت مصادر مصرية رفيعة المستوى باستمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وأوضحت المصادر أن هناك ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى القطاع اليوم، مشيرة إلى أنه تم إدخال 48 شاحنة من المساعدات المتنوعة أمس الأحد. وشددت المصادر على مواصلة مصر جهودها لضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين.
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوحة ووفدا من الجالية الفلسطينية. وأكد رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية راسخ وقديم، وهو استكمال لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا في فلسطين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية، فضلا عن دعوته لوقف إطلاق النار وإرسال الدعم الإنساني والطبي إلى غزة، معبرا عن مساندة الحملة الصادقة للأشقاء الفلسطينيين ومنددين بما يحدث من قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة والتي تعد اعتداءات خارج كل القوانين والقواعد. أعلن مسؤولون أمريكيون أن قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط. ونقلت قناة CNN الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الوحدة الاستكشافية 26 لمشاة البحرية على متن السفينة الهجومية البرمائية USS باتان بدأت في شق طريقها باتجاه شرق البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها من شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث تحث الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة لبنان. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة، مما ألحق أضرارا بالغة بها وأصيب المرضى والطواقم الطبية الموجودون بالمستشفى التي تعد الوحيدة لعلاج مرضى سرطان بالقطاع بحالة من الهلع جراء تحطم أجزاء من المستشفى. ورياضيا، خسر الأهلي من مضيفه ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي، وبهذه النتيجة يسعى الأهلي للفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بينما يكفي سان داونز الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل. وفي الدوري نفسه فاز نادي الوداد المغربي على ناظره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، وفي اللقاء الذي جمعهما على أرضية ميدان ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.